النجمة اللبنانية نانسي عجرم انها تواصل العمل في اغنيتها الجديدة خلال الايام الحالية، وستكون ثاني اغنية البومها الجديد بعد اغنية حبيبي تيجي ننبسط التي طرحتها خلال شهر اغسطس الماضي من العام الجاري. واضافت نانسي عجرم في تصريحات خاصة الاغنية الجديدة ستكون ذات ايقاع صاخب ومحتوى جديد ومختلف لاستكمال نجاح اغنيتي السابقة حبيبي تيجي ننبسط واراها اقوى منها، وأشارت إلى أنها متفائلة بتحقيق نجاح كبير وردود أفعال طيبة من الجمهور على الأغنية الجديدة. ومن المقرر أن تصل نانسي عجرم للقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر لتسجيل أغنيتها الجديدة التي تتعاون بها مع نفس فريق عمل حبيبي تيجي ننبسط، الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع طارق مدكور. وفي أول أغسطس الماضي طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها على يوتيوب. حرصت الفنانة على مشاركة جمهورها ومحبيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها على انستجرام. تألقت النجمة أثناء قضاء عطلة الصيف على البحر بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستان مجسم باللون الأبيض مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.